ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسط الرزق وتضييقه انما هو من الله وحده، لا يتدخل فيه احد، لا سعيك ولا فكرك ولا جهدك ولا تخطيطك ولا شهادتك ولا وظيفتك. وانما ينزله الله سبحانه وتعالى بحسب ما يشاء وبحسب ما يريد جل وعلا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء بسبب او بدون سبب، بوجود الاسباب او بعدم الاسباب. نعم، طلب منك ان تقوم بالاسباب والجهد، ولكن عليك ان تتيقن ان الرزق منه وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. قال اهل العلم: يخلفه في الدنيا ويخلفه في الاخره. يخلفه في الدنيا بما يراه ويعلمه سبحانه وتعالى صلاحا لك، فان كان الصلاح لك في زياده الاموال فسيزيدك بها، وان كان الصلاح لك في زياده الخير والبركه وصلاح الاولاد فسيفعل، وان كان الصلاح لك في ان يكون لك اجرا وثوابا ترضاه عند الله سبحانه وتعالى فسيفعل. فثق بما يعده الله لك وبما يعطيك الله سبحانه وتعالى اياه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعلى هذه القضيه الكثير الكثير من المواقف والاحداث الواقعيه، هذه القاعده: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سمعت باذني احد الدعاء من اهل هذا العصر يقول: حدثني احد طلابي قائلا: حصلت على مكافاه، ولعلها بعد شيء من المسابقات ونحو ذلك، وكانت المكافاه 1000 ريال. يقول: وعندما حصلت على هذه المكافأة في نفس الليلة بعد صلاة العشاء، أعطي إياها بعد صلاة العشاء، ذهب وأنفقها في سبيل الله تعالى. أنفق المال كله في سبيل الله تعالى. يقول: في صباح اليوم التالي مباشرة، في صباح اليوم التالي وأنا بعد صلاة الفجر أمشي، إذ بي أجد أحد الرجال الكبار في السن، وطلب مني أن أوصله إلى مكان، هل أنت فاضل يا ولدي لتوصلني إلى المكان الفلاني؟ فقلت: تفضل أبشر يا أبي بمقام والدي. فذهب به إلى وسيط عقاري وسأله عن صفقة من الصفقات، وكان يريد أن يبيع أرضا أو نحو ذلك، فقال له: بكم يستوي؟ بكم البيع؟ بكم السعر؟ فأخبره السعر، فقال: ابحث عن الشاري واعلم بأن هذا الولد، أن هذا شريكي في السوق، وأن له النصيب من هذه البيعة. يقول: فحاولت أن أتملص وأن أقول لا داعي لذلك، فقال: يا ولدي إن قابلك شيء فاقبله، فهو من الله. يقول: فأعطاني 10,000. يقول: في ذات الليلة أو في ذات اليوم ذهبت لكي أظهر السرور على والدي وعلى أهلي وعلى هذا الرجل أيضا، فقسمت المال قسمين، فأخذ هدية ثمينة لوالدي لكي يدخل على قلبه السرور، وأهدى ذلك الرجل أيضا. فتعجب الوالد: من أين لك هذا؟ فقد أخبرته القصة. انظروا إلى هذا التعلق، انظروا إلى هذا الرغبة، إلى هذه الرغبة فيما ينفق، فيما يعد عند فيما يعده عند الله سبحانه وتعالى باقيا، لأنه قد تغلغل في قلبه وتيقن ما عنده ينفد وما عند الله باق. يقول: ما هي إلا أيام، أو في ذات الأسبوع يطلب مني الوالد أن أوصله أو أن أطلب أن أحدد له أفضل أربعة مواقع لإقامة محطة وقود. يقول: كل ذلك وأنا لا أعلم، لكن أحدثه شيخه بالواقع لكي تكون برهانا للمتشددين واهل الرمي عافانا الله واياهم. يقول: فحددت له اربع مواقع، ثم حدد له بنفسه موقعا افضل من هذه الاربعه، ثم قال: وهذه لك 100,000، من 1000 الى 100,000، والقاعده لا تتغير ولا تتبدل، وانما يثق بها اهل الايمان واليقين، ويشكك بها اهل الريب والزغي عافانا الله واياهم.